السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه كوكتيل شاميل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد غلاص ساهل فيه غير جوج ديال المكونات. بنك هذا الكراميل كيجي زوين بزاف. في المقادير ديالو غادي نحتاج 200 ملي ديال الكريمه السائله، هذه راه كتكون محلوهش، وغادي ناخذ معاها 200 غرام ديال النسلي كراميليزي، يعني هذه العلبه تقريبا نص ديالها، النص ديال هذه العلبه هو اللي كيتماشى مع 200 ملي ديال الكريمه السائله. فوالا البنات، دابا غادي نطلعوا هاد الكريمه هادي بالطراب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. فوالا البنات، من بعد ما كطربوه من الافضل ما تطربوهش حتى يولي شونتي، يعني طربوه يبقى غير شي شويه هكا كريمي. كنضيفوا له نص العلبه ديال الحليب مركز كراميليزي ونرجعوا نطربوه ونرجع معكم. فوالا البنات، كما شفتوا هنا من بعد ما طربناه مع نسلي صافي، دابا ديروه في بواطه ولا ديروه في شي مول فاش ما بغيتوا، وكتدخلوه للثلاجه كيبرد لكم المده ديال تقريبا من ساعتين حتى لربعه ديال السوايع، حيت هو دغيا كيجمد حيت ما فيهش الحليب اللي غادي يشد المده ديال يعني ديال البروده. صافي غادي نديروه في الثلاجه ونرجع لكم. فوالا البنات، بعد ما كيدوز الوقت الكافي باش كيجمد الكلاص ديالنا، المهم انا تقريبا خليته حتى لربعه السوايع لان نسيته في الثلاجه خليته. صافي دابا غادي نصاوب طبق التقديم، غادي نزوقو باللي عندي وغادي نشوفكم في طبق التقديم. فوالا البنات، كما شفتوا هنا شكلتو، درتو دي بول وزوقتو بهاد لي سيغار هادو وبحبيبات الشكلاط هادو درتهم فوق منه، وتديرو شي صوص ديروها نتوما. شفتو كيفاش كيجي كريمي بزاف. فبالنسبه للنكهات انا قلت لكم دابا، الا بغيتو ديرو شي نكهه حاولوا ديرو النسلي الاخر يعني العادي، ولا بغيتو تخليو راسكم في الشوكولا الكراميل ديروا هاد النسلي كراميليزي. غير الحلاوه ديما ذوقوها لان الكريمه كتختلف، كاينه الحلوه وكاينه المسوسه. فنوريكم كيفاش كيجي القوام ديالو. كما شفتوا القوام ديالو البنات، ها نتوما كيجي كريمي بزاف. انا عندنا الصهد دابا دغيا بدا كيدوب لي، ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي القوام ديالو، معلك وزوين بزاف وفيه غير مكونين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. نشوفكم فيديو جديد، بسلام عليكم.